هذه مدينة اسمها تونس، أما البقية عرب. من إجت كلمة ليبيا كل شمال أفريقيا كان اسمه ليبيا. عام 1912 فقط سمعنا بكلمة ليبيا. نحن مش ليبيين، مش تقولوا أنتم ليبيين، احنا مالي ليبيين، احنا عرب. ليبيا ماناش عارفين من إجت، ممكن أفريقيا كلها كان اسمها ليبيا. الجزائر هذه مدينة، مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار. من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس، مكناس، مراكش. حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش، مروكو، ما عمر ما يقولوا المغرب. هكذا كنا. مصر ماذا تعني مصر؟ تعني القاهرة فقط. نعرف القاهرة إلى اسكندرية. أنتم كنتم تمروا على ليبيا، ما يسمى بليبيا الآن، بدون جواز سفر. تذهبوا إلى الحج بدون جواز سفر. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، أعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار، وقال لهم أعملوا جوازات سفر، أعملوا حدود وتقاتلوا علشان الحدود. أمنعوا التونسي أن يمشي لليبيا، أمنعوا الجزائر أن يمشي للمغرب، أمنعوا المصري أن يمشي لليبيا، أمنعوا السوداني والمصري أن يتلاقوا، علشان تبقى هذه الأمة مشلولة. إخواننا لابد نفيق، نحن في خطر. فعلا نحتفل اليوم بأن تونس دولة مستقلة، والجزائر الحمد لله بعد هالعذاب دولة مستقلة، وليبيا كذلك. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكرة نكون مستقلين أم لا؟ قد نكون مستعبدين، لأن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعترافه، على 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 وجوده بقوته، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي، اللي عنده الفانتوم الأمريكية.